waxay ka mid yihiin boqolaal arday oo ka aflaxday markas Abu Hurayra ee magaalada Jowhar, isla markaana dhammaysatay xifdinta Qur'aanka Kariimka, kalaamka Rabbi. Munaasabad lagu maamuusay ardaydan dhammaysatay Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana ka qayb galay waalidiinta ardayda dhammaysatay xifdinta Qur'aanka Kariimka, kuwa xilligan dhigta, macallimiin, odayaal, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda. Qaar ka mid ah ardayda qalinjabiyaasha ayaa ugu horreyn halkaasi ka jeediyey khudbado ku baxayay luqadda Carabiga. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وأني أنيق رسول الله رسول قالين هناي قالوا وحيدهن نعمها قال وحيري فإن هذا القرآن قرآنك سبب النحو سببا ضرفوه في ديسا بيد الله إليك عن ديسا وضرفوه في ديسا بأيديكم قامينا فتمسكوا قبصدا به قرآنك فإنكم إذنك لن تضلوا مدميسان ولن تألكوا مهلك سميسان بعده قداشيسا أبدا ولقين. I am one of educators at Abu Hurayra Center and also I am one of graduates of today. I am thanking to my dear teachers, parents and guests who came here to share their feeling about our ceremony. مقتى معنت خيامين لديه دونه قف قرآن كساحيب كلا أخر يأكور درجات كجنادة كلام ديك ديك ساتو كان ديك ديك جيخت مرك أجوكتا الدنيا ده قريقا نوحو آنا يا هيد وقدم بس أكتير ما وقتها قفك القرآن كبرت إن لو لبس دون والد كيس درجة جنادة معلنت قيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وقاسته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له عري ناريش إن بقلك وكسى الله يلي إن لله الله وحاصر نادي أهلين أهل من الناس دك عقود. قالوا الصحابة الذين منهم يا رسول الله رسولك قالوا يا بعد الكاس قالوا غيري أهل القرآن ضد القرآن كأهلك له هم أيقا أهل الله أهلك الله. My name is Isaac عبد السلام شيخ. I am one of that pupils at Abu Hurayra Center and also I am one of the graduates of today thanking to my dear teachers, parents and guests. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي رواه مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لساحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك. يقال حال لي لساحب القرآن متك صاحب القرآن كله اقرأ أقري وارتقي كر ورتل كان لك دك كما سيدي كنت أتأت ورتل متى تقول لك ديو. قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن أغمي عليكم فاغدروا له رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله
الأمهات ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. اسمي إيدا الحسين محمد، أنا من طلاب مركز أبو هريرة لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك أنا من تراب متخرجين الذين أكملوا القرآن الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذ جاء رمضان وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وفسدت الشياطين، رواه مسلم. 2020 إيد إيد with has been recited by my sister into English. أبو درداء، may Allah be blessed with him, Sayyid Iman, who was combining from heart to heartness, came to the Prophet. برسالة التوحيد التي تنبذ الكفر وتعلى من العقل لتكون كلمة الله هي العليا ولا يمكن حصر فضائل الرسول محمد في موضوع واحد. وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وأعلى له فدره، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا، وهو النبي مبعوث محال مسرته رحمة رحمة لجميع الناس دكتورا. إذ قال بعثه الله على صلى تعالى سري برسالة التوحيد، توحيد رسالة التي تصف تمد الكفر، قالوا بالرمس أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لن ينتهي لنصفعا بالناصية، ناصية كاذبة قادية، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تدعه فاسجد واقترب. ما شاء الله ما شاء الله. والدين تأرضي ذا قلن جبيا شاء يعلموا لقوا عزومي مناصبة ذا ayaa dhankooda kalmado dhirigelin ah u jeediyay ardayda waalidiinta dhashay iyo maamulka guud ee markaas Abu Hurayra. Marka insha Allah macallimiintu waxa leena Allah barakeeyo, waalidiintu waxa leena Allah barakeeyo, ardaydana waxa leena insha Allah fahmi fiira Allah siiyo. Ila ardayga macallimka asoo ummi wax baraya qol oo arkayna idaaja Nasrullah ardayga aqnaysi qaybki uu hingaadinay waxa laga soo maray juhdi far badan. الحمد لله المعلمين تاسنينا ودعينا دمانتين إن شاء الله تعالى جسدو نرانتي مقذكرنو، لكن إلهي سبحانه وتعالى إنا نغبرينو إنو جسدو دي إلهي كدقو جنة الفردوس إنا دمانتين وضبرينو. أنا قيل لسوب البارية إنتان هدي الله كاني وحاكسي جعل السمع والدين تا سيد أوك مقليين دمان أغانتا. أنا قال كانو حنكري لاي كليبس وحي وانا علمضا نودمي سدح وانا انصيلا يا ارضي ذا قلن جبسي. اولا الهي سبحانه وتعالى ما هاد لا ميد كواد وانا ذي ذي كواد وحيتا هاي هادي اربتو او وح انا برتو او علمي انو كوسي فرمو. مركز كان ابي هريرة وحان رجينا انو يهي مركز كو ابو هريرة مقال كي جور لغاس آسي انو يهي كان اوكو دنبين انو يهي قداش يسوح صوبح انو ما اركين انتا سنوحا اصوبح دك او قد حيالو محايله اني وحان معلنك اها انت وذاك ددك جوغو دقم وحيليهين كودا هور وسود دولك اني سو دغان اد او مهدسن يهين معلمين تدالك بدن اي سمايين المهينه ماركيسا اي وخبران انيغا ما ارغتي وا ادان او ليباناي ميشان دوسيغان معناها aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiinta ardayda quruxda badan ee wajiyashooda saake farxadda aan ka dheehanaynay halkan joogay quraanka iyo xadiisyada iyo waliba anaashiida aadka u quruxda badan ka soo jeedinayay halkan ay ku soo dadaashay ay ku soo tiiri iyo tacab beeshay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay ha ka siiyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macallimiintii iyadana juhdiga gelisay ee ku dadaashay ee soo saartay ardaydan munaasabadan lagu maamuusay dafcadan oo ah tii toddobaad ayaa ugu dambeyn waxa soo xiray maamulka guud ee markaas Abu Hurayra oo sheegay in ardayda maanta qalin jabisay ay soo mareen marxalado kala duwan. Madrasada maanta ilmaha aad aragteen oo halka lagu soo bandhigay madrasada markii bilaabaneysay waxay ku bilaabatay dugsi ay ku bilaabatay waxa lagu bilaabay 9 arday ayaa lagu bilaabay
madrasada markii la bilaabay waxaa la bilaabay ala asaasay 2009kii ayaa la asaasay hadda waxaan mareynaa 2022 madrasada waxay asaasan tahay 2019 bilood ee sano ay asaasan tahay inta waxay soo saartay oo ubax ah ila todoba dafcada ugu dambeysa oo todobaad waa mid aad aad ka daawanaysaan boorka waa dafcada todobaad oo ka qalin jibinaysa markiiska hadda wuxuu marayaa heerka uu taagan yahay waa markiis abi hurayra litaxfiid alquraan alkariim sida aad aragteen markiiska maanta inaan faaniyo oo sidaas uu yahay uu ka dhan yahay sida aad aragteen aad daawateen ilmaha idii soo bandhignay oo hortiina maanta wax ku soo jeediyey intaas ayaa waxaa ka dhan in aan faanino madrasada sidoo kale waxaan rabaa waalidiinta in aan u sheego macallimiinta markiiska abi hurayra ka shaqeyso ma fiiriyaan lacag ma fiiriyaan mishaar waxay fiiriyaan tayada ardayda ardayda tayadooda iyo ardayda soo saaridooda iyo cunuga hadba mustawihiisa meesha uu taagan yahay ayay qiimeeyaan macallimiinta mooyaane lacag iyo macragta ma fiiriyaan cumar guxurbaynta city jowar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya